130 واحد. انا اللي شفت خرجوا يعني هكذا سالمين شي 9 الناس ولا 10 تقريبا، هي 10 الناس هيدك. انا الفوقي وصلنا المال هنايا. كيقول لي لا ما ماتش، انت فين هي؟ ما كايناش هنا، انت ميته. باغي غير نشوف انا بنتي. ما بنتاش حيت انا الجاكيطه دخلت لداخل لحنا، جبنا شي 10 الناس اللي جبنا، 10 الناس هما اللي عتقنا. السلطات متى جات؟ تعطلات ما جات حتى شي ساعتين تما قال باش جات السلطات. تا جبدنا حنا الناس عاد باش تما جات السلطات، لا انتم حيدوا من هنا. يدخل كيكون سخف المره كيداخل، وكاين اللي كيكون مجهد باقي شويه الشابر كنهزوه فوق كتافنا وكنخرجوه. صراحة كل شيء جا متأخر، كانوا كاينين الناس كيتفرجوا فينا، حتى شي واحد ما دخل باش يعتق. غير كيصورونا بالحق باش يجيو لنا، لأن كان مازال يقدروا يدخلوا، كان يقدروا يدخلوا بالحق، حتى شي واحد ما زعم براسو. جاو شي الدراري هما اللي دخلوا لعندنا، أما تا باقي حتى شي واحد. لا كيتفرجوا فينا وكيصوروا فينا، حيت هذا هو المجتمع ديالنا، كيعجبو فراجة ماشي كيعجبو يدخل يزعم. يعني غير بيدمان تجي ديك لابينا تحرك روحك شوية. تا شي واحد ولكن راه حكاو لنا شي واحد دابا هي هذا الراجل هذا اللي ماشي قلب على ولادو خايل له خايل له. حاليا دابا راه كاين تقريبا شي 130 واحد 130 واحد. انا اللي شفت خرجوا يعني هكذا سالمين شي 9 الناس ولا 10 تقريبا، هي 10 الناس هيدك. هادشي غير اللي بان، هادشي غير اللي خرج وبان، ما حنا ما عارفينش شكون شحال د الناس بقاو لداخل. الشتا بدات كطيح فط علينا الماء، ما داكشي ما مفهومش دغيا دخل علينا الماء. لا حنا ما خرجناش حيت انا الفوقي ماشي لتحت، الناس اللي لتحت دغيا دخل عليهم الماء، ما دركوش يخرجوا لبرا، ما عرفوش كيفاش يعملوا لان الماء، حيت حنا كنا عاليين شويه ما كاينش كيفاش يطلعوا، لان السيستم ديال البني ديال داك المعمل فشكل، يعني ما يجبروش كيفاش يطلعوا عندنا. الما فات في دقه، كاينين الناس لتحت كاينه الدروج كطلع لفوقي. شنو الساعه تقريبا بدا هادشي هذا؟ شنو الساعه؟ 9 الظهر. والضوء طاح قبل ما يوقع هذا الفيضان هذا، باش لان باش نقول لك ما وقعش هادشي بالما، الضوء كان مطيح. انا الفوقي وصلنا الماء لهنايا. لازم اللي تحت خايبان ما بقاتش كتبان، باب باش يدخلوا عندهم ما كيبانوش. 6 الصباح انا ديتها للترانسبور، مشات حتى مع 10 جاو لعندي قالوا لي بنتك راه مازال حيه، غير مشي شوف بنتك. شكون اللي قال؟ شكون اللي جا قال؟ بنتي الاخرى كانوا عندي هنا جوج بنيتات. جاي خدام جابوها، جاب هذاك الاخر وجاب هذاك، قالوا لي بنتك ما ماتش، قالت لي بنتي لا اختي ماتت، راه شدت لها في الدار هنايا، راه مشات الدار الماء قد طاح في القادوس مشات. وسط المعمل ولا في الشارع؟ لا في المعمل داخل في لاكاب، دخلوا عليهم الماء في لاكاب الداخل. كيقول لي لا ما ماتش، انت فين هي؟ ما كايناش هنا، انت ميته. باغي غير نشوف انا بنتي. تاكدتي من وفاه محمد الخامس؟ ما كايناش، راه مشات بنتي اللي كانت معاها هنايا، اللي عايشين اللي باقيين حيين ما كايناش، والميتين ما شافوهمش. لا باقي كيجبدوهم حتى الساعة. مازالين كيجبدوهم من هنا، مازالين كيجبدوهم من هذا الميت. وانا بنتي ما شفتها شي مرة. قالت ما بنتي. ان شاء الله. حنا كنت من الاولين ديال حنا كنا ساكنين في هذا السكن، كنت ساكن في هذا السكن هذا ياك، كنت ساكن في هذا السكن، سمعنا عباد الله كيغوتوا. هبطنا حنا قلت وقال شي زنزال هذا واقيلا ما عشنا واش شي، هبطنا بحال هذاك الاخوه ديالي الله هبط معايا، هبط معايا بحال هكا كنسمع عباد الله. الناس باقي كاملين ماشي كلشي ناعس في دارهم. اللي كيعيط الناس قال لك عيطوا في الناس، بان لي واحد الدراري طالعين بحال هكا غادي للخدمه، عيط لهم قلت لهم اخويا شي تما، قال لهم شنو كاين؟ قلت لهم ودي واحد السيد شي ناس وقلت تفرقعت شي بوطه ولا شي حاجه. حيدت انا الجاكيطة قلت لهم قال شي عافيه هذه ولا شنو هو، حيدت انا الجاكيطة دخلت حتى لداخل. قلنا في شاده، قلنا واخا ما غاديش ندخل، قلنا في شاده مشي قلب ولا قنبه. مشينا جبنا قنب، كنا كندور على القنبات، جبنا واحد القنبه كان عند واحد السيد وفاض مولكراز الله يرحم ليه الوالدين، هو اللي عطانا واحد القنبه. لحنا جبنا شي 10 الناس اللي جبنا، 10 الناس هما اللي عتقنا.
وواحد المرأة خرجنا واحد المرأة وواحد البنت وواحد البنت صغيرة شاربة الماء ما قدرش تخنقات بقينا كنديرو على كرشة تفقت شوية راهي فين واقفة خرجناهم عابش جا واحد الموطور جبدوا واحد الموطور وداك الموطور مسالي كنكبوا لي قرعة ديال الماء باش كيديماري واش عمرك شي موطور ديال الدولة كتكب عليه قرعة الماء باش كيديماري في كاين شي موطور الدولة كتقبل كتكب عليه قرعة ديال الماء باش كيديماري الموطور طافي تا جبدنا الناس وداك الشيء تا جبد اللي جبد كيجي السلطات كتقول لكم تجيو تسير في حالتكم حنا قادين على راسنا السلطات متى جات تعطلات ما جات حتى شي ساعتين كما قال باش جات السلطات تا جبدنا حنا الناس عاد باش ما جات السلطات لا نتوما حيدوا من هنا واخا كيقول لنا حيدوا كندخلوا عاوتاني واخا كيجريونا كندخلوا عاوتاني وقلنا السلطات هاد المرات بقاو تدخلوا وما تدبروا راسكم قلت كيفاش ما تدبروش عاودنا شنو قال لك ما تدبروا راسكم صافي سمعنا داك الشيء مشينا في حالاتنا تصور دابا هاد المول ما سميتو هاد المول المعمل هذا كيجيب سلعه من الشركات الكبار كيجي كيدخل المعمل ديالو كيسد عليه ما عنده لا سي ان اس اس ما عنده لا اوراق ما عنده والو غير مرخصة انت فهمتي قالوا لي القبض ولا ما جاش اليوم ما عرف فاش انا ما شفناش اخو لي شنا راه سخف اليوم الدو راه داتو لابيلانس اخو لي كان هنايا وكيجيو يطلعوا من فوق يعاود الاولى والثانيه والثالثه تسالاو الناس كاملين ومي كنهبطوهم كندق مول الدرعه وكيدخلوا في واحد الدروج كاين اللي كيبغي يدخل كيكون سخف المره كيدخلوا كاين اللي كيكون مجهد باقي شويه الشابر كنهزوه فوق كتافنا وكنخرجوه وهادشي اللي كاين وهذوك اللي كانوا في الكراج يعني هذاك ما تقدرش تدخل تحت الكراج راه خاطر وخا جاو الوقايه المدنيه ما قدروش يدخلوا هذاك السك الكاسك وخصك هادي حتى جاوا هذوك اللي عندهم الكاسك المكلفين بالماء ودخلوا وجبدوا اللي عطى الله هو هادشي اللي كاين المرضي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.